حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد. شو أخبارك ست رولا؟ الحمد لله تمام، أنت كيفك؟ الحمد لله منيحة ماشية أموري. بتضايق إشي بعد ما تاكلي خبز أو معجنات؟ هلا أنا بالعموم لا، يعني ما عندي مشكلة واضحة، بس بحس إنه الطحين الأبيض بتعب أو بلبك المعدة أكثر من الأسمر. إيه هلا في شيء اسمه جلوتين، هو نوع بروتين موجود بالقمح، وطبعا منتجات القمح كل شيء مصنع منه، مثلا خبز، معكرونة، توست، بسكويت، كيك، طبعا كله إلا المنتجات اللي بيشيلوا منها الجلوتين. أظن الجلوتين هذا اللي له دور هيك كبير بالمخبوزات، بيساعد على النفشة والملمس يرولا، وحتى بيعطي المطة هيك اللي بتكون بالعجين. طبعا، لكن المشكلة انه في نوعين من انواع مشاكل مرضية تجاه الجلوتين، واحد اسمه حساسية القمح او مرض السيلياك، والثاني هو عدم تحمل الجلوتين. الناس اللي عندها حساسية القمح او السيلياك هدول طول عمرهم ما لازم ياخذوا جلوتين ابدا، لانه بسبب لهم انه بتصير الامعاء منبسطة من جوا، فهي طبعا انت بتعرفي انه الامعاء من جوا بيكون فيها نتوءات، لكن بسبب هذا المرض بتتغير طبيعتها الداخلية. عشان هيك يمكن بنشوف ناس اكل المعجنات عندهم بيسبب لهم تلبك او امساك، بس يعني كيف ممكن هيك حدا يكتشف اصلا اذا عنده هيك مشكله؟ هلا عاده نحن بنحاول نسال عن التاريخ الطبي، ممكن تصير كتير مع الناس اللي عندهم نحافه زائده، لكن اذا صار في شك على طول بنحول لطبيب باطني وهو بيكمل التحاليل، لانه هو مرض من الولاده عاده، وطبعا بيبين من النحافه الشديده مثل ما قلت، او تساقط الشعر اللي يعني كتير بشكل مبالغ فيه، او الجلد بيصير فيه حكه، وممكن يتطور لانه امتصاص المعادن والفيتامينات ما بيكون جيد، فبصير في فقر دم، في نفخه، امساك، اسهال، وممكن لا سمح الله يصير في التهابات اذا الانسان ما عرف طبعا شو يختار من الاطعمه. وبالحقيقه هو اصعب من مرض عدم تحمل الجلوتين، ذاك ابسط لانه فعليا بتمنعه عن كتير امور. ماشي، بس قريب منه بضل عارفة عدم تحمل الجلوتين، أو يمكن إذا بتحكي لنا عن عدم تحمل الحليب أو سكر الحليب اللاكتوز. إيه هلأ عدم تحمل الجلوتين بيشبه عدم تحمل سكر الحليب، لأنه هو فعلياً يعني فعلياً هاي المادة الغذائية بتسبب لهم شوية مشاكل لما بيتناولوها، بس ما بتعمل أعراض خطيرة. هلأ بحس اللي عندهم هالمشكلة ممكن دائماً بيصير عندهم ألم أو مغص في البطن. الألم والإسهال بس مو شرط عند الكل، نفخة وغثيان، صداع وآلام مفاصل وعضلات، وعدم تركيز، وكمان ممكن يتحول لتعب وإرهاق وأحياناً أكزيما. لكن هون بدنا ننتبه أنه مو شرط كل شخص عنده أكزيما أو عنده كل هاي الأعراض، وحتى مو شرط أنه يكون سببه الجلوتين، فممكن يصير جداً كمان من الحالات أنه يصير عندهم اكتئاب. واو اكتئاب، عارفة هالقصص بتبين من لما يكون الإنسان صغير. أنا كان إلي صاحبة بنتها انولدت بحساسية القمح، أو اكتشفتها طبعا هي بعد فترة، بس من هالعمر بدأت تخف، يعني هلأ كبرت البنت وصارت صبية وما عاد عندها مشكلة واضحة. تمام، هلأ مو شرط أنه من هو صغير تبين معه، لكن أغلب الحالات تكون هو صغير، وفي تحليل واضح اسمه تحليل الجلوتين بخليك تعرف شو وضع جسمك، وهو تحليل صراحة ممتاز، خصوصي إذا فجأة الإنسان صار معه شيء على كبر يعني. والحل وقتها ايش بيكون؟ حميه خاليه من الجلوتين يمكن، صح؟ تماما، تدور على هالمنتجات. صح، كتير سهله هي الحميه لانه صار في كتير بدائل، بتلاقي خبز مصنوع من الذره بيجي مثل التورتيلا، او حتى مصنوع من نشا البطاطا او خبز الصويا، بس كتير بدنا ننتبه لانه اوقات بيخلطوا سوا، يعني بحطوا شويه قمح مع ذره، فبدنا ننتبه بس انه هل فعلا ما فيه جلوتين. طب بعرف الشوفان والرز، انا بقول هدول لانه اصلا مش قمح، فممكن يكونوا بدائل كويسين. تماما، حتى المعكرونة كل شيء بده يكون خالي من الجلوتين، بس كتير مهم انه نتأكد انه ما يكون مخلوط مع شيء تاني. كمان نشوف حبوب الفطور رولا، مش مفروض هي من القمح؟ ايه هلأ اي كلمة مثل قمح او جلوتين القمح او جدوار او الشعير او حتى المالت، هي كلها بتدل على انه في جلوتين بالمنتج الغذائي، فكتير بدنا ننتبه من المكونات اللي موجودة بقلبه. تعرفي انا بقول حتى المقالي فيها قمح بشكل أو بآخر، لأنه البقسماط والأشياء اللي بنغلفها فيها قمح. تماما، فبدأ تصير الأم تعتني بالطفل مثلا اللي عنده هالمشكلة، وتصير هي تجيب نوع الطحين الخالي من الجلوتين وتعمل له هاي المقالي أو الأكلات اللي بيحبها بالبيت. بس تعرفي اللي عنده هالمشكلة بصير هو باللاشعور بيركز وبصير يسأل وين ما يروح، بيعتاد يختار صح. يا ستي أنا بدي أحكي لك وصفة، بس هالمرة اللي بتحسسوا يمكن من البيض والحليب، وحنساعد اللي بتحسس من الجلوتين يختار الطحين من غير الجلوتين هالمرة. تمام، متوفر على فكرة بكل السوبر ماركتات، صار في طحين متوفر يعني وكثير سهل الحصول عليه. كيكة بدون بيض يا رولا، بدون ما ناخذ فيها بيض ولا حليب، بتزبط وبتنفش، بتزبط بتطلع زي الفل. أنا اكتشفت هالسر من كم سنة. لا، أول شيء بديل البيض بهالحالة بشكل أساسي هو الخل، الخل التفاح أو الخل الأبيض ما في مشكلة. حلو، معلقة خل بدل بيضة.
فأنتي لما بالكيكة العادية نحن بنحط 3 بيضات مثلا، بيكون بدلها 3 معالق خل. حلو. أوكي. بعدين بنخلط معاهم شوية لبن بدل الحليب، لبن الزبادي عم بحكي هون، وبنحط عليهم شوية كربونة، يعني 0.5 معلقة صغيرة كربونة. هذا الشيء بيعطي الفكرة النفشة لبدل البيض. ممتاز. هذا المبدأ الأساسي. بعدين نضيف عليها، بدنا نخليها بالفانيلا، بنضيف فانيلا بالفواكه اللي حكينا عنها بحلقات قبل، بالعسل، بالكاكاو، نعملها بالشوكولاتة، والطحين زي ما يعني نوهنا لحلقة اليوم، اللي بيكون عنده مشكلة أو حساسية ممكن يحط الطحين خالي من الجلوتين. وبنضاف عليها زيت نباتي مقدار كاسة زي الكيكة العادية. حلو. وبتنحط وبتنخبز بالفرن، وفعلا بتطلع مثل الكيكة العادية، بس بتروح هاي أثر، يعني بعض الناس بتضايقوا من نكهة البيض، فهي فعلا بتروح بتطلع كتير طيبة. اختيار ممتاز. لما بنشتري ملح مريم دائما نسأل حالنا أنه شو نختار، ملح العادي أو ملح البحر، أنت شو رأيك؟ والله انا جديد عرفت انه في ملح عادي وملح بحر، مفكر كلياته ملح بحر، يعني مش عارفه انه في فرق. بس بصراحه اقول لك رولا، الملح العادي يمكن موجود برف المحلات فاسهل الوصول لإله، لكن ملح البحر او الهملايا بسموه هو ماده خام اكثر، ما بتخيل انها صحيه اكثر، موجود عند العطارين. تمام. هلا كلنا بنعرف انه ملح البحري او الصخري بيتم استخراجه من تبخير ميه البحر او الصخور اللي فيها ملح، بس ملح الطاولة اللي نحن بنستخدمه بشكل دائم هو من مية البحر، لكن للأسف بمر بكتير من المراحل، فرز وطحن وإضافة مواد مانعة للتكتل لحتى تمنع يعني التصاق الملح، فبيتعرض لعمليات كتيرة ومنها عمليات تبييض لحتى يصير لونه نقي هيك. فهذا النوع ممكن نعتبر أنه واحدة من إيجابياته أنه بتم إضافة اليود له للوقاية من مشاكل الغدة الدرقية، لكن لو عملنا مقارنة بين نوعين من الملح هنلاقي نسبة الصوديوم نفسها، يعني سواء ملح عادي أو ملح صخري أو بحري، حيكون 460 ملي جرام بال1.5 جرام من الملح، يعني ما فرقت. أما بالنسبة لبقية المعادن بالملح الطبيعي بتكون في نسب بسيطة، يعني في كالسيوم، فوسفور، زنك، يود الطبيعي، وكطعم بتلاحظي أنه طبيعي أكتر، قوامه أتقل وطعمه أوضح بالأكل، فهذا الفرق يعني فعليا. بس كقيمة غذائية كتير ما كتير بيفرق عن بعض. أنا بتوقع بنلاقيه عند العطارين، وكتار موجودين العطارين أكيد في كل منطقة، في اسطنبول في عطارين ممكن نروح نشتري من عندهم. أنا هحكي عن حالي، أنا ما بستخدمه ببيتي، بس أنا من اليوم إن شاء الله هشتري هذا البديل. هلأ وكمان بدي أذكر أنه إحنا لما بنحكي عن الملح دائما بنقول أنه هو مكون من كلوريد الصوديوم، ولما نخفف من الملح يعني نخفف من عنصر الصوديوم اللي هو تحتاجه أجسامنا لكن كميات بسيطة. دائما رابط القلب الأمريكية بتوصي أنه ما يتجاوز استهلاك الملح اليومي عن 1.5 ملي جرام، يعني ربع ملعقة صغيرة من الملح لكل شخص. تخيلي إحنا قديش بنحطه في أكلاتنا يا رولا. أكل حال إن شاء الله بنشتري الملح الصخري حتى تكون حياتنا الصحية سهلة وعملية أكتر. حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد.